ولا تيجي كيلعب في السيمان. بغينا نضربوا على الحقوق الموسيقي المغربي. راه كاينين الموسيقيين اللاعبين كيعرفهم شي واحد، ما كيعرفهم حتى شي واحد. دابا بغيت ندوي على الحقوق الموسيقي المغربي. السلام عليكم. وهذا الفيديو هذا كنديرو لكم عاوتاني بلا دوزيام فوا باش كنشكر به على كاع المغاربه الموسيقيين اللي عطاو لينا لي كومونتير ديالهم. كاين اللي معايا بيرسونمون صيفط لي لي زيميل ولي ميساج، وكاين اللي عيط عليا في التليفون. وكنشكر الموسيقيين ديال مراكش، كنشكر الموسيقيين ديال كازا ديال المغرب كامل. وشكرا بلين فهمتوني، ولكن ما كرهش يكونوا الناس بزاف يعاودوا يسمعوا هذا الفيديو هذا اللي هو ضروري خصو يوصل الموسيقي المغاربه. وهذيك الخطره تكلمنا على لي كونديسيون الموسيقى اللي عندنا حنا، لا كاليتي ديال الموسيقيين، التخرميز اللي كنخرمزو، التبرايس اللي كنتبرهشو. دابا بغيت ندوي على الحقوق الموسيقي المغربي. اول حاجه بالحقوق، الا بغينا ندوي على الحقوق ديال الموسيقى المغربي خصنا نتكلموا على بزاف الحوايج قبل ما نصحوا هذا الغلط. خصنا نصحوا الاغلاط ديالنا. اول غلط وغلط الكبير والغلط الخايب اللي كنديروه، وهو ما عندناش مع بعضياتنا. شي ما كيحبل شي لابس العشرة على شي حاقر شي كيسابوطي شي بطيح تامر على شي هادشي كلشي اللي كديرو عايب عليكم وحرام عليكم ابيتو، حيت الهضره في الناس، الحقره في الناس، التعيب في الناس، كلشي هادشي حرام. وحنا معروفين زعما راه مغاربه خوت مسلمين انسانيين، حيدوا عليكم الله يخليكم هادشي. وغادي توصلوا لواحد بلاصه كبيره. حيت اول حاجه بعدا اذا كانوا كاع المغاربه حنا معروفين بهاد القضية ديال الشكل وشي تبرقيل سبيد وداك الحقرة وداك سبيد معروفين فيها حنا، ولكن إلا كنا موسيقيين ما خصش يكون فيك هاد القضية هادي. أن أرتيست أن فغي أرتيست أن فغي ميسيان كيكون دماغو خاوي من السبيد، وبالعكس كيكون كيحب الموسيقيين بيان سور، وبالأخص خوه. ماشي واحد كتلعب دو نوط حسن منه صافي، ولا كتلعب شي بلاصة حسن منه مشهورة ولا شي لعيبة وكيتحب راسك راك واعر. لا، لعب معاه وتشوف. لعب معاه أنا عاد ولا ما قلت أنا كنعطيه ديكور الدراري الصغار، والله إلا كنستافد منه غير ديكور كنعطيه لأي واحد كنستافد منه، والله العظيم إلا كنستافد منه. ألوغ ما تفكرش شوية بعيد، راك غادي صغار ما كاين والو. داكور، الوغ هاد القضية حنا دابا بغينا نديرو واحد بحال بغيت تقولوا جمعية، ولا بحال بغينا نضاربوا على الحقوق الموسيقي المغربي. وخصنا نضاربوا على الا وقفت معايا، الا ما وقفتش معايا نتوما وانا وقفت معاكم، والاخر وقف مع الاخر، وهذا كيعلم الاخر والاخر بصح مع الاخر. ماشي كل جروب اما نشد كاين شي واحد تشكيلة معروفة كتريح في واحد البلاصة في قهوة طقطق بيناتهم، الاخرين تما طقطق بيناتهم، دير حشومه هادشي كدير، تتفقوا وتفاهموا بيناتكم، راك ما غديو معاكم والو، وغادي تخرجوها على المستقبل ديال الموسيقيين ديال المغرب. راه بزاف بعدا ديجا اللي خواو البلاد، موسيقيين واعرين في الالمان، كاينين في فرنسا، صحابي انايا كانوا عايشين معايا في الالمان، كنت كنلعب مع دي ميسيا مغاربه، كنت كنلعب مع لي زالمون واخا. المهم كانوا بزاف ديال المغاربه كيطيروا، ولكن هما كتقول لهم يلاه البلاد راه عطا الله ما يدار، كاين خوتنا خص اللي يعاونهم، كاين التوني نرجعوا لك داك الشيء كيما كنا بكري.
في الثمانينات في التسعينات السياحه كيجيو للكوار كيتفرجوا فينا كيضروا براسهم، تقول لك هادشي حنا وما عندناش بلادنا، ما كيمشيو كيسمعوا على الروك. المهم هادشي كلشي كنا كنهزين بلادنا في الموسيقى في السياحه في كلشي، ودابا تجيو نتوما تخسروا كاع داكشي اللي بنينا تريبوه محشومة ما جاتش. دونك داكشي علاش بغينا نديرو هاد القضية باش نسدو هاد ولا نسدو هاد الباب ديال هاد المشاكل، باش المشاكل ديال لي زافريكان ديال الكوار كيجي كاوري جاي في التران كيتعلم الباطري، شحال من واحد كنعرفو أنايا جات المغرب عاد تعلم يلعب لا باطري، شي كيلعب عاد جاو المغرب عاد تعلمو، يجيو المغرب كيتعلمو عامين كيتعلمو يبدا يخدمك انت. بغينا نديرو واحد اندوستري ميوزيك ديال الموسيقى، ما تبقاش موسيقى عاغ هذا شي كيلعب هنا شي يلعب بجدريال شي يلعب 4 دريال شي يلعب الاخر كيجي كيطريطي في بلاصتو كيلعب ب 500 درهم الاخر يجي عطيونا 200 درهم نخدم. لا غنبنيو واحد بحال قلتي معمل ديال الموسيقى باش تولي غادا البلاد غادا بالحقوق ديالها، الموسيقيين غادي بالحقوق ديالهم، اللوجمون ديالهم واحد جاي من كازا غادي لمراكش خصو اللوجمون ديالو بيان سور، ماشي قوري عايش في مراكش وكيلعب في شي اوتيل في مراكش كياخد لوجمون في مراكش، مازال تا مال هذا شكون هو؟ حنا المغاربه معروفين كنمشيو اي دوله كنتعلموا اللغه ديالهم، هما جاو لبلادنا حنا ما كيعرف حتى يقول انت كيبغى يقول لك بون ابيتي تقول لك بسلامه، شنو هي هادي؟ خصو يتعلم اللغه بعدا إلا بغا يخدم هنا في بلادنا ياكل طرف الخبز تاعنا حنا وربي هو اللي كيرزق، ماشي انا راح ولا حنا كنهضروا دابا كنهضروا في الدنيا شنو واقع علينا حنا في بلادنا. كيجيو كيخدموا مع راسهم كيجمعوا الصريف كل 3 شهور ولا قوري ولا 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 قوريه كل 3 شهور كتخدم، كيمشي كيجمع الفلوس كيدي لبلادو، اشنو المصلحه دابا هادي كاع؟ اش كيديروا هادو؟ ما بصلاح تلف موسيقيين اللي هما كيخدموا موسيقي تاعتو حسق الله روب، وكيجمع داك الصرف ديالو ديال داك المغربي اللي كيطحن الليله كامله وكيديو لبلادو، وحنا شنو المصلحه عندنا واش مصلحه الاقتصاد ديال 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 الدوله؟ ما كاين ما عندها حتى شي مصلحه، غير كيجيو هذاك جاي كيلعب في لي فيستيفال وكشي كيمشي كيدي تا هو فلوس لبلادو، علاش سيدي علاش غادي نجيب انا امريكاني ولا فرنساوي يلعب لي هنا؟ على ما كاينش مغاربه ولا حتى خص حتى المغربي تيبان في اوروب وما عرفت شنو يدير عاد حنا نستقبلوه؟ لا لا علاش امريكاني بلا جا لهنايا؟ شكون اللي غادي يعرفنا حنا؟ حكا قال لك لا باش الدوله تعرف ولا شكون تعرف امريكا شكون اللي داير فينا؟ كتسول اي امريكاني كتقول لي شنو هي العاصمه المغرب تيقول لك مراكش علاش من مراكش؟ لا خريبقة ميريكا عمرك شتي شي ميريكاني غادي فاكونس، ميريكاني مالقى حتى باش يشري بشكليطة عاد غادي يجي فاكونس، ولا يجيو دي زافريكا يطيحوا الثمن ولا يقدروا يخدموا مرحبا بيهم، ولكن بالقوانين ديالهم بالكونترا بلو بري يكون هو هذاك باش ما يكونش مغربي، ولا دابا كتمشي شي لوكال كيقول لك وي على 500 درهم افريكاني جروب كله كنعطيه 500 درهم وساكن في بيت واحد، علاش غيسكن في بيت واحد؟ انا مغربي لا سمح لي الا خدم خصو يشد بيت ديالو، الاخر بيت كله 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 شومبر كل واحد في بيت، الاخر جوج بجدي في بيت يلاه كي غيديروا لها، الاخر باغي العلم كل ارتيست خصو يكون في بيت، كل واحد عنده الحقوق ديالو الماكله ديالو، يدخل ما يدخلش من البورت سيرفيس يدخل من الباب ديال لوطيل من الباب ديال لوكال، ومنين يخرج تا هو الله يرضي عليه ما يبقاش كل نهار غادي ويهز معاه زينه كيسان تيعمر ليا زينه كيسان في الدار، ولا غادي ليا بساندويتش ولا غادي ليا بكاشير ولا غادي ليا اش هاد لطاطا توما، حيدوا عنا هاد الزبل هذا كامل، اللي بغى يشري كاشير راه هو كاين كيتباع، اللي بغى يشري كيسان يمشي للبال 60 كاسه تاخذوا 100 درهم، تا مالكم طايحين على راسكم فيكم اللهطه، كونوا شويه ديزارتيست في راسكم شويه، واحد بناي كيعيطوا لي شي كتعرف شي جروب كيجي يقول خلي لي الطاجين ديالي شنو هذا الشيء؟ لا خويا او موا شديتي ولا انا بار اكزومبل كنشد شي حاجه سير تخدم، عطيتي لي شي حاجه مزيانه ما عطيتيش لهلي يقلب بها
هذاك سي تا سيرفيس، ولكن لك هذاك شي قانونيا، ولا بدك تحيد واحد بورسونتاج من ميوزيسيان ما فيها عيب او ماشي شي قوري يعطيك حسق الله روب وكتضرب قال لك كتلعب بقيتي كتلعب حتى 6 الصباح، لا القانون ديالك عندك الثمن ديالك تحيدك واحد 10% ولا 20% فحال ماناجير ما فيها عيب. اوكي الله يخليكم، فهموا هذا الفيلم مزيان، واول حاجه اللي غديروا تفهموا بيناتكم الله يرحم باكم، حيت الا تفاهمتوا كلكم راه غتعاونونا بزاف وغتعاونوا راسكم وغتعاونوا مستقبل المغرب. اون بليس لي زالبوم اللي خرج حنا نديروا لهم لي زالبوم على دي ستوديو ها هو محطوط، انا نصوب لي زالبوم كل اللي باغي يسجل كل اللي باغي يلعب كل اللي باغي كل شيء يمشي ها هو يطلع لي سين تا 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 لي فيستيفال يلعبوا فيه المغاربه، او ماشي انا نمشي نتسنى انا حتى نورغانيزي سواري عاد نلعب فيها انا باش نلعب، لا راه القانون ديالنا حنا المغاربه حنا اللي خصنا نلعبوا في لي فيستيفال ديالنا، ماشي يجي دي جي ولا دي جي كيلعب في فيستيفال دي جي امريكاني خارج مصمم جايب لك يا اشنو هاد السبيل، لا لا سيدي يجيو المغاربه عندهم ما يتكال، عندهم الكلمات عندهم لي بارول عندهم اللحن، يجيو نحكو نارونجيو ليهم نسجلو ليهم ونطلعوهم يلعبوا ويكون عندهم لاكارت ارتيست ديالهم، بحال دابا لاكارت لاكارت ارتيست كيقول لك فاش كتمشي لوزاره الثقافه تيقول لك حكا شكون اللي خصو يكون عنده دوسي دو لا بريس، خصو يكون عنده تصاور، خصو يكون لاعب مع طالع في الموازين كان لاعب، كيفاش هاد الموسيقي غادي يكون ما معروفش مسكين على موسيقي كيلعب، واخا نقول لك واحد القضيه هادوك اللي كيلعبوا مع عبد الوهاب الدكالي وعبد الوهاب الخياط، هادوك عبد الوهاب الدكالي ولا عنده دابا لاكارت دارتيست ياك، وهادوك اللي كيلعبوا مراهم ما يكونش عندهم لاكارت ديالهم ولا حيتي هادوك هادوك عبد الوهاب الدكالي شكون غيلعب معاه كشبالو صروال، لا راه كاينين الموسيقيين اللاعبين كيعرفهم شي واحد ما كيعرفهم حتى شي واحد، دونك خصهم حتى هما يكون كاع الموسيقيين يكون عندهم لاكارت ديالهم باش يديروا لا سي دي سيس ويكون عندهم الوراق ديال الخدمه لو غيكل من بعد يكون عندهم لوغوتخيت ديالهم. الموسيقي دابا اذا كبر اش غيدير؟ يمشي يبدا يطلب ها عنده الاولاد باق كيقري فيهم، دابا راه شحال القرايه ولات، حتى القرايه ولات فلوس، كي غيدير هاد الموسيقى هذا تي إلا ما عندوش لا غوتخيت ديالو ولا ما عندوش باغ إكزومبل الشوماج تاهو خصو يكون ولا موسيقي خصو يكون عنده لي بورسونتاج في في في, في الكار في التران، ها هو لاعب شي سواري باغ إكزومبل في طالجة خصو يمشي يخلص من كازا لطالجة بواحد 200 ولا ما عرفت شحال، خصو يمشي تما كيخلص لوطيل، لا خصو يعطي يكون عنده 50% في 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 الترونسبور، يكون عنده 50% في لوطيل باش ديك الساعه كي الكليان اللي طالبوا كيطلب ليه داك الثمن، داك الثمن باش يزيد عليه الكار ويزيد عليه هذه ويزيد عليه الترونسبور ديال الهوندا ويزيد عليه الله يحسن العوان، راه هادشي كاع خصو يفكر فيه الدوله اللي حنايا الاولى، ثاني داك الدعم اللي كيعطيو لابورت كي في المغرب شنو هو هذاك، هذاك لا يتعطى لينا حنا ولا يديروا لنا مدرسه مدارس وحنا نمشيو نقريو فيهم نعلمو فيهم نكونوا الموسيقيين الا ما بغاوش يديروها هما، عطى الله اللي بغى يدير هذا الشيء، ماشي عاطي الدعم لواحد بادي ليا بالراب ولا واحد ديريكتور ارتستيك ما كيعرف لا موسيقى لا والو وياخد ديك داك الدعم يقول لك حكا راه غادي نشجع غادي ندير هذا وغادير هادو، اشنو غادي دير؟ اشنو غادي دير؟ بالراب الراب راه المغرب كله كل سير عاشي يضرب ضرب واحد غتلقى فيه 500 واحد كيدير الراب ضرب واحد غتلقى وحده دير الراب وحطوا انت، حنا بغينا الموسيقى حنايا الموسيقى هي الموسيقى، الموسيقى ما فيهاش عطيني نقول لك ازيد دي بيتي ادي دي 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 حك لي هادي بدا تخربط علينا، لا بغينا الموسيقى ديال بصح ماشي عاوتاني ها واخد ليا الدعم ومشيك باش تفلعص عليا ديال الكات كات ديالك واحد ديريكتور ارتيستي كنلقاه مريح ليا في كباري غير ليا بربعه الدريات هذا هذا فين كيمشيو الدعم، لا سيدي بغينا نعلمو موسيقيين بغينا نعلمو موسيقى كيفاش يجلسوا كيفاش ماشي واحد موسيقي لاعب ليا في شي في شي بلاصه عطاو يتعشبك مريح دير ليا كياكل شنو هي هادي؟ واحد كيدير كيجبد لي طرف الخبز من قاعد الدرس تاع
الدماغ. شنو هادشي؟ الله يخليكم، كونوا ديسيبليني وفكروا في هاد الفيلم هذا، وحنا معاكم والله معنا الجميع. راه كيما قلت لكم هاد الناس هادو اللي كاينين معانا منهم ناس كبار في عقلهم، والله يعمرها دار، وكل شيء غتشوفوه بعيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.